من بلدية عين الحديد ولاية تيارت يعاني عمي المصطفى في صمت نظرا للحالة المزرية التي يعيش فيها وتفاجئه بعدم إدراج اسمه ضمن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. 2007 2007 وما شحال نقسم شحال من خبره ما طالبش لغاية ما كانت لي معايا ما لغاش رغم اني نكري منه ولا نوكل وليداتي ولا كي ندير ايا وندي دوسي في 2007 في 2007 ديالها هاو كان ايا ما نديرو ليه تحل وكما قال واحد ما لغاش واحد قام تحت قنطاير كما قال غالب مش من الغالب غبت بزاف غبت بزاف كانت بيس وين دات الدوسي ما طاوليش ما قال لك واحد غالب ما عاد لا ولي نوض معايا ما عاد كان شاف المخلوق ربي لا باس صواب اللي بغا يعاونوني يعاونوني مسيد الوالي مسيد الرايس مسيد كاع اليوم رانا في بلدية عين الحديد دائرة فرندا ولاية تيارت البالغ من العمر المولود بتاريخ 62 عمي قادر من ذوي الاحتياجات خاصة هو معاق حركيا كما هو مبين في بطاقة المعاق الصادرة عن مديرية نشاط الاجتماعي كما كاع الجزائريين دار ملف تاع سكن اجتماعي إيجاري باش يستفاد عطاوه وعود نظرا للحالة نتاعه باسكو المعلومه اللي عندنا هو راه مستاجر راه مقيم عند غيره لذلك نرفعوا نداء لمعالي الوزير الاول ومعالي وزير التضامن وخاصه السيد والي الولايه السي محمد الدرامشي اللي عنده سمعه طيبه وانسان فيه خوف ربي وعنده سمعه طيبه هنا في بلديه عين الحديد انسان دائما في الخرجات نتاعه يوصي على الفقراء والمساكين والقلالين الى اخره السي الحاج بوشيخي ديبيتي تاعنا امام الله رفض الملف نتاعه ووعدنا باش نحطه عند السلطات العليا وعند رئيس وعند الوالي راه حط الملف نتاعه عند السيد الوالي ان شاء الله تكون النتيجه ونقول له ربي يجازيك سي الحاج. دموع الحسره تركنا بها عمي المصطفى وامله الوحيد النظر لحالته المعيشيه بتوفير له سكن واخذ مطلبه من باب الانسانيه لفتح نافذه امل والتخفيف من معاناته.